يعني جزء من نجاح الفيل الأزرق ان يبقى فيه مفاجآت. يعني أولا أنا بشكر مهرجان الجونة على التقدير ده والتشجيع ده، شكر كبير جدا، وعايز أتوجه بالشكر للفنانة الكبيرة يسرى، يعني كانت لحظة جميلة جدا وهي بتسلمني الجائزة على المسرح. اسمحوا لي أخش في التكريم دلوقتي الرائع مروان حامد، وعايز أقول إن ده تكريم وتقدير لكل الفنانين الكبار اللي أنا اشتغلت معاهم، يعني في الأفلام دي كلها، سواء أمام الكاميرا سواء خلف الكاميرا. كل فيلم بعمله بيبقى فيه حاجات كويسة وفيه حاجات مش كويسة، ولازم الواحد ينظر لأعماله بموضوعية شديدة جدا، ويتقبل فكرة إن في أعمال ممكن تختلف في نجاحها عن بعض. وحتى لما الواحد يعمل فيلم ويلاقي قبول، لازم الواحد برضو يبص له بعين موضوعية ان ايه اللي كان كويس فيه وايه اللي ما كانش كويس فيه، عشان يقدر ان هو يحسن من نفسه. مش هقدر طبعا اقول حاجة عن تفاصيل عن الفيلم، يعني فهم بالعكس ده يعني جزء من نجاح الفيل الأزرق ان يبقى فيه مفاجآت. يعني وهي رواية لما ظهرت كانت مختلفة تماما، وكانت النوع ده ما كناش قدمناه قبل كده، وده سواء على مستوى النوع او مستوى الخيال او مستوى الشخصيات اللي موجودة في هذا العمل، كلها تحديات كبيرة جدا. يعني يقول كلمات في اوقات صعبه جدا، كلمات سواء في افلامه او في مسلسلاته قدرت ان هي تعيش، زائد يعني ممكن الناس تعرف وحيد حامد الكاتب، بس انا اعرف وحيد حامد الابطر، وطبعا يعني دي يعني التاثير اللي اثره عليا ما اقدرش الخصه في كلمه، صعب جدا. يعني احنا بنتكلم في مشوار تقريبا 50 سنه، وده اللي بيجعله استثنائي. الحاجه الثانيه ان الاعمال اللي اتقدمت في يعني من 30 سنه ومن 40 سنه وما زالت باقيه في قلوب الناس وعقول الناس لحد النهارده. انا عايز اقول لحضرتك ان انا بسعد جدا ان انا لما ببقى موجود في اماكن في خلال يومي العادي، وبتوقفني الناس تكلمني عن والدي وعن اعماله وعن كلامه اللي باقي في عقلهم وفي مخهم.